متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي سنتحدث بها عن حالة وأحوال جوية غير مستقرة تسود المملكة. ولكن قبل الخوض بتفاصيل هذه الحالة، نبدأ معكم بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، والتي تشير تقريبا إلى وجود كميات من السحب والغيوم تتكاثف فوق أجزاء من المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. كميات من السحب والغيوم منتشرة في المنطقة الشمالية الشرقية من المملكة، مناطق حفر الباطن، الحدود الشمالية، بالإضافة إلى المناطق القريبة من شمال حائل والقصيم. سحب وغيوم أخرى موجودة في المناطق الوسطى، ولكن أغلبها من النوع غير الممطر، هي سحب متوسطة وعالية. كل ذلك يأتي في مقدمة منخفض جوي موجود في منطقة شمال الأراضي المصرية. كما تلاحظون، هذا المنخفض الجوي متواجد في شمال الأراضي المصرية، وهو عبارة عن أحوال جوية غير مستقرة. ماذا يعني ذلك خلال 24 ساعة القادمة؟ نستطيع توضيحه عبر الرسم التالي. امتداد لمنخفض البحر الأحمر نحو الشمال يصل إلى السواحل الشمالية الغربية، تصادف مع امتداد لهواء بارد وكتلة هوائية باردة متواجدة في المنطقة الشمالية الشرقية للمملكة، مرور لمنخفض جوي علوي من الأراضي المصرية باتجاه المملكة. سيعمل بمشيئة الله تعالى نشوء أحوال جوية غير مستقرة، تتمثل بهطول زخات رعدية من الأمطار، ربما تكون غزيرة في بعض المناطق والنطاقات الجغرافية، مرفقة بزخات من البرد أيضا في بعض المناطق، وذلك تشمل المناطق التالية: مرتفعات جنوب غرب المملكة بالدرجة الأولى، يأتي أيضا في الدرجة الأخرى مناطق شمال شرق المملكة، حفر الباطن، أجزاء من السواحل الشمالية الشرقية، أجزاء الشمالية من محافظة الرياض، أقصى شمال المجمعة، أقصى المناطق الشرقية من القصيم، تأتي أيضا أجزاء من حائل، مناطق الحدود الشمالية أيضا، إضافة إلى منطقة الحدود السعودية الأردنية، مناطق مثل القريات، أجزاء من الطريف، أيضا مناطق الجوف، وربما تصل إلى سكاكا. هذه تأتي بالدرجة الأولى في تأثيرات مباشرة لهذه الحالة الجوية بشكل أساسي. تأتي المرحلة الأخرى الثانية، هي مناطق أخرى مثل تبوك وسواحل تبوك، جبل اللوز، إضافة إلى مناطق حائل، القصيم، حتى العاصمة الرياض، الدوادمي، أجزاء من منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى طول المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها المناطق الساحلية. جميع هذه المناطق تأتي في التأثيرات المرحلة الأخرى، وتمتد أيضا إلى المناطق الشرقية لاحقا يوم الأربعاء، منطقتي الدمام والجبيل، وذلك بسبب التدفق لرياح رطبة أيضا في ذات السياق باتجاه هذه المناطق. وبالتالي كملخص، توقعات الأمطار تأتي بالدرجتين الأولى والثانية في المنطقة الجنوبية الغربية، المنطقة الشمالية الشرقية وما بينهما. نأخذ الآن تفاصيل أكثر بالتوقعات النموذج الحاسوبية لهذه الأمطار. فكما سنلاحظ بأنه منذ ساعات مساء هذا اليوم هناك انتشار لبعض السحب الممطرة بشكل محلي على المناطق الجنوبية الغربية، المناطق الغربية من الرياض، بعض أجزاء من القصيم، المنطقة الشمالية الشرقية من المملكة. تشتد بؤر هذه الأمطار، تصبح أكثر انتظاما كما نلاحظ مع ساعات صباح يوم غد الثلاثاء، تشمل أغلب المناطق الشمالية من المملكة، منطقة الجوف، أجزاء من حائل وشمال القصيم، حفر الباطن، الأجزاء الشمالية للرياض، بالإضافة للمناطق الجنوبية الغربية للمملكة، مرتفعات جنوب غرب المملكة من مرتفعات الطائف، الباحة وأبها، وأيضا ربما تصل بعض الأمطار إلى المناطق الساحلية من جازان. هذه السمة الأساسية للأجواء خلال ساعات نهار يوم غدا. حزام من الأمطار ممتد من المملكة الأردنية باتجاه الجوف، المناطق الشمالية، رفحاء، حفر الباطن، بعض الأمطار في المناطق الشرقية للمدينة المنورة، مرتفعات الطائف والمرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. هذا الحزام من الأمطار قد يكون مرفق أيضا بنشاط لسرعة الرياح الجنوبية الشرقية، الأمر الذي قد يثير بعض الموجات الغبارية على الحدود السعودية الأردنية في منطقة القريات، وتستمر هذه السمة الأساسية بالأجواء تسود خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. كما سنلاحظ الآن يوم الأربعاء بشكل عام، خلال ساعات ليلة الثلاثاء الأربعاء هذه الأمطار تبقى في نفس الأماكن، لكن تمتد أكثر شمالا، تصل الطريف والقريات، تستمر بذات السياق في هذه المناطق، وربما تصل أيضا العاصمة الرياض بعض الأمطار. صباح الأربعاء تصل الأمطار إلى مرتفعات تبوك، قد تكون على شكل زخات ثلجية في جبل اللوز، أمطار أيضا متوقع على السواحل الوجه على وجه التحديد في هذه المناطق، مع استمرار هطول أمطار رعدية على كافة مناطق الحدود الشمالية، قد تكون على شكل زخات من البرد الثلجي في المنطقة القريبة من الطريف، استمرار هطول أمطار ومع تخريج بحرية على المناطق السواحل الجنوبية الغربية ومرتفعات جنوب غرب المملكة. وخلال ساعات نهار الأربعاء ربما تصل بعض الزخات من الأمطار إلى المنطقة الوسطى من العاصمة الرياض وبعض المناطق الشرقية مثل الجبيل والدمام بشكل عام. وهذه بشكل عام تأثيرات هذه الحالة الجوية التي يتوقع أن تتراجع تدريجيا اعتبارا من ساعات مساء يوم الأربعاء في المنطقة الشمالية الغربية، المناطق الغربية تتراجع بها الحالة، لكن مع ساعات مساء الأربعاء ربما تصل أمطار باتجاه
باتجاه المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض ومرتفعات جنوب غرب المملكة على وجه التحديد. توقعات الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض: الطقس طبعا مستقر تماما، درجة حرارة 13 درجة مئوية، لكن الأجواء غالبا غائمة بسحب وغيوم غير ممطرة في ذات الوقت طبعا. أما الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة في الرياض 20-13 يوم الثلاثاء، مع فرص كما ذكرنا لبعض الأمطار المحلية يجب متابعتها ميدانيا. فرص أفضل يوم الأربعاء للأمطار 22-14 درجة مئوية في ساعة الليل، واستقرار على أجواء يوم الخميس من 19-10 درجات مئوية. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الثلاثاء والصغرى ليلة الثلاثاء الأربعاء. سنبدأها شمال من إسكاك 11-8، عرعر 15-8، تبوك 21-9 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة تكون في مكة المكرمة 28-18 مع فرص لبعض الزخات من الأمطار، 27-19 في جدة، 27-13 في مدينة منورة مع أتربة مثارة، وفي الطائف من 22-14 مع فرص لأمطار رعدية. كذلك الحال في مناطق جنوب غرب المملكة: في الباحة 15-13، في أبها 20-12، وفي جزائر من 30-27 درجة مئوية. في المناطق الشرقية: في الإحساء من 24-14، في الدمام من 25-14، وفي حفر باطن أجواء باردة من 12-10 درجات مئوية. في العاصمة الرياض 20-13، في بريدة 19-10، وفي حائل من 13-8 درجات مئوية. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد يمكنكم متابعتنا عبر تطبيق طقس العرب، أو زيارتنا عبر موقع طقس العرب arabiaweather.com، أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ليصلكم دائما كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.